شادينا بنجدد الترحيب بحضرتكم مرة تانية. طبيبة أمراض نساء وتوليد أثارت خلال الساعات الأخيرة حالة جدل وغضب بين عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بسبب فضح مرضاها وتحدثها عن العذرية، وسط تساؤلهم عن كيفية قيامها بفضحهم وأيضا إفشاء أسرارهم بهذا الشكل. وبالفعل طلبوا بتوقيع أقصى عقوبة عليها، وبالفعل أيضا قامت أجهزة الأمن بالقبض عليها. فما القصة وماذا قالت الطبيبة عن مرضاها لتثير طبعا غضب المواطنين بهذا الشكل، وأيضا ما الإجراءات التي اتخذتها نقابة الأطباء ضدها؟ كل هذه التفاصيل الآن من خلال هذه التغطية، فتابعوا. خلونا نبتدي مع حضراتكم ونقول انه بالفعل الحكايه بدات عندما قررت الطبيبه وسام شعيب اخصائي النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام نشر فيديو لها عبر صفحتها الشخصيه على موقع التواصل فيسبوك بتسرد فيه واقعه حمل فتاه دون زواج. وأيضا كشفت عن الفتاة أنها قاصر وتبلغ من العمر 14 عاما رغم ادعاء أهلها بأنها بلغت 17 عاما وبتحمل جنينا عمره 8 شهور، ورغم أيضا ادعائها الزواج من 4 شهور فقط، وأن والدتها بالفعل طلبت إجهاضها، وطبعا قالوا أن زوجها لا يصلح للتحمل المسؤولية. لم تتوقف شعيب عند هذا الأمر، بل أيضا طالبت بإجراء عمل تحليل دي ان اي للأطفال لإثبات نسبهم قبل أن تعود لاحقا، لتعتذر قائلة أنها طبعا لم تقصد التعميم، وأيضا تحدثت عن قيام سيدة بإيجار شاب حتى يوافق على كتابة الجنين باسمه بعد الولادة. والسيدة كانت بتجبر هذا الشاب بحوالي 15 عاما ولها سابقة علاقة غير شرعية. كما أيضا سردت تفاصيل حالة أخرى لسيدة خانت زوجها مع شاب، وبالفعل صدر حكم ضدها بحبسها لمدة 2 سنين بعد تلبسها بالزنا، وبالفعل قضت منهم 6 شهور في العقوبة. وفي فيديو آخر تحدثت فيه عن قدوم 4 حالات في يوم واحد لإجراء كشف عذرية بأسباب وهي ولم تكشف عن هذا الحد، بل مضية الطبيبة لسرد وقع أخرى، وترجع ذلك إلى عدم وترجع ذلك عفوا إلى عدم الاهتمام الأسر بنشأة الفتيات. ولقى الفيديو الخاص بالطبيبة رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما دخلت قائمة الترندات بأكثر من هاشتاج وأبرزها اسمه سام شعيب، فضلا عن عبارات التربية الإيجابية وأيضا كفر الدوار وشرف المهنة. وبالفعل قد تباينت آراء المدونين حول الفيديو بين مؤيد ومعارض بسبب نشر طبيبة النساء وقائع عن مرضاها وعدم التزامها بأداب المهنة. كما أيضا تساءل البعض عن كيفية قيامها بفتح أسرار مرضاها بهذا الشكل، وتحول الهجوم على الطبيبة من منصات التواصل الاجتماعي إلى شاشات التلفزيون والبرامج أيضا الحوارية، حيث هاجمها الإعلام وطالب البعض باتخاذ أقصى درجات العقوبة القانونية ضدها، متسائلا أين قسم المهنة وأين الوطنية وأين الإسلام وأيضا أين الستر. وبعد هذا الهجوم عليها ظهرت الطبيبة في فيديو آخر بتدافع فيه عن نفسها، وأكدت بالفعل أنها نشرت الفيديوهات بهدف التوعية وليس لتحقيق الشهرة والترند وزيادة المشاهدات كما تدعي. وقالت أنها لم تذكر في الفيديوهات التي بثتها أسماء شخصيات بعينها، لكنها ذكرت وقائع فقط بهدف توعية الفتيات وذويهم من خلال سرد وقائع بعض الحالات التي تقابلها يوميا أثناء عملها. مستمرين مع حضراتكم في باقي التفاصيل، وبنقول كمان أن قد أعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوي ضد الطبيبة بتتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قامت خلالها بالتشهير بالمرضى وأيضا الحديث بألفاظ لا تليق وتمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وأيضا قرر الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إحالة الدكتورة وسام شعيب طبيب النساء والولادة إلى لجنة آداب المهنة بسبب نشرها أسرار المرضى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل فيسبوك، وأكد أن ما فعلته بيتنافى تماما مع أخلاقيات المهنة. كما أيضا شددت نقابة الأطباء عن استنكارها لأي أعمال فردية ومن شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.
كما أيضا كشفت عدد من التقارير الصحفية عن قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض على طبيبة صاحبة الواقعة، وبدأت جهات التحقيق في توجيه الأسئلة لها والاستماع إلى أقوالها، وأيضا سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية معها. وأيضا وجه المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بقيام وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بفحص الفيديوهات التي تم نشرها على الفيسبوك وتتضمن كان لحقوق المريض وتخالف فيها الطبيبة أداب وأخلاقيات المهنة. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار طبعا مهنية، حيث نصت المادة 310 من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا إليه طبعا بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال الذي يلزمه القانون فيها، طبعا تلك بيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت هذه التغطية. طبعا شاركونا بآرائكم في التعليقات، هل أنتم مؤيدين لما فعلته الطبيبة أم معارضون له؟ ونشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.